أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم من برنامجكم المميز كفاءات أردنية. وفي هذه الحلقة معنا السيد رشيد الخامجي، المدير العام من شركة كبك. مساء الخير. مساء النور. ممكن تعرفنا وتعرف أسادة المشاهدين أكثر عن شركة كبك؟ شركة كبك للخدمات الاستشارية الاستثمارية والإدارية هي عبارة عن شركة تأسست في الأردن عام 2015 بهدف تقديم خدمات استشارية في مجال الهجرة والجنسية للأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية في من خلال الاستثمار. ما الخدمات التي تقدمها؟ هلا احنا الخدمات اللي بنقدمها بداية اللي هي بنقدم جميع الخدمات المرتبطة بالحصول على الإقامة الدائمة والجنسية من خلال الاستثمار في عدة دول في العالم. هلا من خلال بداية اللي هي التقييم للأشخاص اللي بتواصلوا معنا واختيار البرنامج المناسب لهم بما يحقق أهدافهم، بالإضافة إلى خدمات المتعلقة ب الحصول على المستندات، الترجمة طبعا بنساعدهم فيها، بالإضافة للي هو تقديم الطلبات، المتابعة مع الجهات الحكومية اللي بتتولى دراسة الطلب، ولما الشخص اللي هو ياخذ خلينا نحكي الجنسية أو الإقامة إذا بده مساعدة هناك كمان من خلال اللي هي بنسميها اللي هي البوست لاندينج سيرفيسز كمان بنقدم لهم إياها. يعني شخص اللي هو راح على البلد الجديد بده مساعدة خلينا نحكي في المواصلات، في شراء المنزل، في تأسيس الشركات، في المحاسبة، التدقيق، هاي كلها كمان نشتغلها. ما أبرز الخدمات والمميزات اللي بتقدمها شركة كبك؟ هلا احنا في البداية الخدمات اللي بنقدمها اللي هي الحصول على الإقامة الدائمة من خلال الاستثمار والحصول على الجنسية أو جواز السفر من خلال الاستثمار. طبعا هذا بيشمل عدة دول. هلا الإقامة الدائمة في كندا، في أمريكا، في أوروبا، وبالإضافة للجنسية في دول في العالم بتطرح الجنسية مباشرة، من ضمنها قبرص، مالطا، وخمس دول في الكاريبي اللي هي دومينيكا، سان لوشيا، سان كيتس، غرناطة، وانتيغوا وبربودا. والأردن طبعا في خلينا نحكي الشهر الماضي في 2022 أقر مجلس الوزراء برنامج اللي هو منح الإقامة الدائمة والجنسية للمستثمرين في الأردن. أستاذ رشيد، ممكن تحكي لنا كيف إجت فكرة اسم الشركة؟ هلا شركة كبك الاسم إجا بالشكل الأساسي من مقاطعة كندية موجودة في كندا اللي هي كبك. هلا المقاطعة هي عبارة عن مقاطعة تحكي اللغة الفرنسية، وطبعا المقاطعة هاي بتشتهر انه اول برنامج او خلينا نحكي من اقدم برامج الحصول على الاقامة الكندية من خلال الاستثمار كان في هاي المقاطعة اللي هو برنامج المهاجر المستثمر لمقاطعة كبك، فمن هون اجى اسم الشركة. هلا احنا الاشخاص اللي ممكن يكونوا مهتمين بالخدمات اللي بتقدمها الشركة هم عبارة عن اصحاب الاعمال، المستثمرين، اصحاب الادارة العليا اللي حاطين في بالهم انه يحصلوا على اقامه دائمه او على جنسيه وجواز سفر من خلال الاستثمار. هدول هم الاشخاص اللي احنا ممكن اللي هي نعمل لهم تقييم، نساعدهم في الموضوع، واذا كانوا مؤهلين انه نساعدهم على الحصول على الاقامه الدائمه، الهجره او جواز السفر. شو البلاد اللي ممكن الناس تيجي تلجأ لكم منها؟ هلا خلينا نحكي بالوطن العربي حاليا بعد اللي حصل الربيع العربي. هلا في دول كتير اتضررت وصار عندهم خلينا نحكي حروب أهلية. هلا هاي الدول اللي هي طبعا هي الدول الأساسية في التقديم، وانت بتحكي هون عن طبعا سوريا، ليبيا، اليمن، تونس. هلا السوق الأساسي خلينا نحكي لهذا المجال اللي احنا بنشتغل فيه اللي هي مصر، دول الخليج، وبنحكي بشكل أساسي اللي هي السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وطبعا احنا بنتكلم عن الأجانب أو المقيمين الموجودين في الدول هاي، بالإضافة اللي هي طبعا زي ما حكيت اللي هي جمهورية مصر. طبعا الدول اللي احنا بنشتغل معاهم اللي هي كندا،
من خلال اللي هي برنامج المهاجر المستثمر مقاطعة كيبك، من خلال اللي هي برامج الترشيح الإقليمي، بالإضافة إلى برنامج ستارت اب فيزا الموجود في كندا، أمريكا من خلال برنامج الإي بي 5 والجولدن فيزا في الاتحاد الأوروبي اللي بتقدمه كل من إسبانيا، البرتغال، اليونان، طبعا هاي الدول بتقدم هذا البرنامج، بالإضافة للي هي الدول اللي بتقدم الجنسية مباشرة في مالطا، قبرص، وخمس دول بالكاريبي طبعا زي ما ذكرت بالسابق اللي هي دومينيكا، غرناطة، سان لوشيا، سان كيتس، وأنتيغوا وبربودا. كيف ممكن الأشخاص المهتمين يقدروا يتواصلوا بشركة كيبك؟ هلا طبعا احنا في عندنا الموقع الالكتروني www.invest-visa.com، ممكن اللي هو الاشخاص المهتمين انهم يروحوا هناك مباشره. هلا في شيء اسمه استماره التقييم، الاسسمنت. هلا احنا استماره التقييم عندنا مجانيه، فري اسسمنت، ممكن يعبي بياناته الشخص نفسه واحنا بنتواصل معاه سواء عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق الهاتف، بالاضافه لانه ممكن تواصل معنا عن طريق الهاتف مباشره على ارقام الشركه، بالاضافه لممكن تواصل معنا كمان عن طريق السوشيال ميديا على صفحاتنا الفيسبوك، الجوجل بلس، اللينكدين، والتويتر. وفي نهايه هذه الحلقه نود ان نشكر السيد رشيد خانجي من شركه كيبك، ونشكره على استضافته إلى فريق البرنامج. إلى اللقاء في حلقة جديدة وضيف جديد، كما وعدناكم مميز. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا، تسلمي، الله يعافيك.